بهدف تشجيع الأطفال على التحصيل العلمي وتحفيزهم على إظهار المواهب والمهارات الفنية والعلمية، وبعد أن تراجعت العملية التعليمية بسبب الحرب، شهدت منطقة المخزن بمحافظة أبين الحفل الختامي للمخيم الصيفي الخاص بتثقيف الأطفال وتنمية مهاراتهم الثقافية والتعليمية. حبي لها رغم ظروف القاسية، رغم المحن، حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن. الحفل الختامي للمخيم الصيفي الذي استمر لمدة 3 أشهر تميز بمشاركة الأطفال في الكثير من المشاركات الإبداعية التي انعكست بصورة واضحة عما اكتسبوه خلال فترة النشاط. مشاركة الآباء والأمهات للأطفال في نهاية مدة المخيم كان له الأثر الإيجابي في تشجيعهم على استغلال أوقات فراغهم باكتساب مهارات جديدة والتعود على الانخراط في مثل هذه الأنشطة الهادفة. تمت الليلة اختتام المخيم الصيفي في محافظة أبين المخزن قعار مدرسة سمية أم عمار، والذي استهدف أكثر من 150 طالب وطالبة من مستويات مختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي، تضمنت المستويات التعليمية والإسعافات الأولية والحاسوب وكذلك الرياضة والثقافة واكتشاف المواهب. إقامة المخيم الصيفي في منطقة المخزن أحد أكبر المناطق الريفية في المحافظة كان له أثر إيجابي في حياة الأطفال واليافعين بحسب الكثير من أبناء المنطقة، كما لقي الكثير من القبول والارتياح أوساط سكان منطقة المخزن التي تعاني من انتشار الأفكار المتشددة واستغلال الأطفال في أوقات فراغهم ومحاولة دفعهم للعمل مع الجماعات المتطرفة.